مانشيت الشبيبة في الصفحة الأولى على جريدة الشبيبة كان بعنوان العرفان نبض العاصمة الجديد. تعتبر مدينة العرفان التي تم تصنيفها حاليا كواحدة من مراكز خطط التوسع الاقتصادي في البلد مقرا لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يعقد عدد من المؤتمرات والمعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية البارزة. كلمة حق تقال، هذا المكان وبالتحديد مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والمرافق الأخرى حقيقة مكان نفتخر فيه. يعني شفنا كثير من المؤتمرات تم تنظيمها بشكل رائع، المكان قريب من مطار مسقط الدولي، في اليوم الواحد أحيانا تشوف أكثر من قاعة شغالة في أكثر من فعالية ومعرض وندوة وورشة واجتماع، وجود عدد من الفنادق اللي دخلت طور التشغيل حوالين المركز، يعني كلها أشياء فعلا تساعد أن يكون عندنا سياحة مؤتمرات، هكذا نسمع يعني نحن. فنتمنى إن شاء الله أنه هذه المدينة فعلا تكون رافد اقتصادي مهم. في تصريح طبعا لسعادة هلال الصارمي ذكر أنه نأمل أن تتوافق هذه المشاريع مع المشاريع الأخرى والأنشطة المرتبطة بها والأسواق المحلية، وندعو الجهات الحكومية المعنية إلى التأكد من أن هذه المشاريع ستحقق القيمة المضافة ولديها تعاون مباشر مع الأسواق المحلية المحيطة. نحن مباشرة نتواصل مع سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى وممثل ولاية السيب. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور، حياكم الله. حياكم الله، يا مرحبا وسهلا فيك سعادتك. واليوم على الصفحة الأولى في المانشيت كان حول مدينة العرفان، أتوقع سعادتك أهمية كبيرة لهذه المدينة كونها مركز اقتصادي وواجهة سياحية للبلد مثل ما ذكرنا، هي تستقطب كثير من الفعاليات المؤتمرات المحلية والدولية. صحيح بلا شك، طبعا مثل هذه المشاريع مشاريع أكيد ستضيف قيمة إضافية جميلة للسياحة في السلطنة، سواء كان سياحة المؤتمرات أو حتى على مستوى السياحات الأخرى مثل سياحة المطاعم أو كذلك سياحة الأماكن المفتوحة والأماكن الترفيهية. أنا قبل سنتين تقريبا الآن كنت حاضر في محاضرة كانت تتحدث عن مدينة العرفان ومكنونات هذه المدينة وما هي المشاريع التي ستكون في هذه المدينة. حقيقة يعني ما رأيته كان حاجة تثلج الصدر. نعم. وهناك يعني مشاريع قادمة قوية وذات مستوى عالي ومرتفع، يعني من خلال طبعا الأشياء اللي راح تكون موجود فيها من خلال طبعا المباني الطرق العام. أنا أتمنى شخصيا، لأن حقيقة أنا حتى لما نزلت تغريدة قبل شوي كانت الناس غير متفائلة باستمرار المشروع، ولكن أقول مدينة العرفان أتوقع أنها مدينة تختلف عن باقي المدن. رأينا الآن بشاير الخير يعني جاهزية اللي هو مركز المعارض والمؤتمرات. نعم. ولذلك والفنادق اللي موجودة حاليا والمباني الأخرى المكملة والمساندة لها. نعم. وأنا حقيقة دائما أمر على هذا الشارع وبديت أشوف بالفعل أن بعض الأمور المسح الجبلي وكذلك بعض تسوية الطرق بعد كذلك تشتغل في هذا المشروع، هذا معناه. نعم. أنه هناك عمل جاد في هذا الموضوع. نعم، سعادتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية اللي هي مسألة توافق المشاريع الموجودة في هذه المنطقة مع المشاريع الأخرى، ماذا كنت تقصد؟ نعم. بالتحديد من هذا التوافق؟ شكرا أخي العزيز، احنا دائما حقيقة ما نعاني انه مشاريعنا خلنا نقول غير متكاملة ومتقطعة، بمعنى انه المشاريع هذه عندما يعني تقام خلنا نقول تقام ومثلا يغفل فيها عن شيء، بمعنى والله أنا أعمل لك مدينة كبيرة مثل هذه لكن مثلا أغفل وجود سوق مثلا فيها، أو أغفل مثلا وجود خلنا نقول مول فيها أو محلات تجارية. نعم. أو مثلا مسجد خلنا نقول أو حاجة اللي يحتاجها الناس اللي يكونوا هناك موجودين، على ذلك طبعا الفنادق والأمور السياحية كالحدائق مثلا وغيرها. الأمر الآخر والمهم كذلك دائما ما أقول أنه يعني مركزية هذه الأسواق، صحيح الناس تجي وتحب تشوف مدن وترفيه، لكن في نفس الإطار الناس تحب كذلك تشوف مثلا سياحة بحرية. نعم. وتحب مثلا تشوف السياحة المحلية، تحب تشوف الأسواق المحلية. فهذا أنا ما أقوله، خلي مشروعنا لما يكون مشروع متكامل، بمعنى أنا أربط الجبل من ثم تكون عندي مشاريع سياحية مربوطة مثلا بالبحر، وكذلك عندي والله مشاريع خلنا نقول سياحية محلية مربوطة مثلا بالسوق المحلي. نعم. فهذا ما أعني بالتكامل، يجب أن تكون هذه المميزات الثلاث متكاملة مع بعضها
حتى ينشأ مشروع متكامل بدرجة أولى. نعم يعني وهذا ما أتمناه في كل المشاريع. أنا قلت لوزير السياحة وقلت لمعالي كبير وزير التجارة أنه دائما تكرب المشاريع المتكاملة اللي هي في كل حاجة وفي مناطق مختلفة مثل ما نشوف في كثير من بلدان العالم. نعم يعني سعادتك عند متابعتنا لهذه المشاريع الضخمة التي تجرى في البلد مختلف المشاريع دائما تركيزنا يذهب على توفيرها لفرص العمل. يعني هذه المشاريع كم من فرص العمل ممكن أنها هي توفر الآن مدينة العرفان بتكاملها بمشاريعها بارتباطها بالأفكار الموجودة مثل ما ذكرت سعادتك، هل تعتقد أن من الضروري وجود خطة واضحة المعالم لمساهمة هذه المدينة في توفير فرص واعدة للعمل؟ والله أنا ما أرى من الضروري بس أرى من الأولويات، ليس ضرورة فقط إنما أولوية. إن لم تكن هذه المشاريع تحمل في طياتها فرص للباحثين العمل فأنا أقول بلاش منها مثل ما يقولون. فأنا أقول من الضروري بمكان أن تكون مثل هذه المشاريع الكبرى يجب أن تحمل في أول بنودها وأهم بنودها توفير فرص العمل. إحنا الآن نواجه مشكلة في قضية الباحثين العمل. فلذلك عندما تأتي مثل هذه الوحدة كنا ننادي حتى في المجلس وفي كل الوسائل يا جماعة هذه القضية لن تحل إلا بوجود اقتصاد حر، إلا بوجود مشاريع سياحية كبرى، إلا بوجود مشاريع اقتصادية كبرى، يعني العمل في البتروكيماويات، العمل في أشياء الصناعات الثقيلة. هذه المشاريع بتوفر لك فرص عمل كبيرة لأن فيها مدخول كبير. نعم. فعندما يأتي مشروع مثل مشروع مدينة العرفان بالمباني الضخمة بالمشاريع الكبيرة باستقطاب رؤوس الأموال باستقطاب السياح لا بد أن تتواكب مع هذه المشاريع فرص عمل حقيقية للعمانيين. نعم. فهذه أنا أقول من أول الأولويات أن تكون بالفعل موجودة حتى نرى استقرار عام لهذه المشاريع وكذلك يكون استقرار عام للناس اللي موجودين والمحيطين كذلك على مستوى الولاية. نعم. وهنا أريد أركز على نقطة مهمة جدا وهذه أنا شفتها في بريطانيا وشفتها في أمريكا من خلال زياراتي لمثل هذه المشاريع الكبرى وخصوصا أركز على بريطانيا. في حاجة يسموها الـ ICV اللي هو In Country Value اللي هو القيمة المضافة للمشروع يعني المقام عليه في المنطقة المقام عليها المشروع. إنه هذه الفكرة يعني تتطلع أنك أنت بالنسبة للتوظيف بالنسبة لشراء الاحتياجات وغيرها تعتمد على الأسواق القريبة من هذا المشروع. فلذلك يعني يفترض أن تكون الأولوية الآن لأهالي ولاية السيب للتوظيف في مثل هذه المشاريع لأنهم أقرب ولاية وهذه المدينة كذلك تتبع ولاية السيب وكذلك بالنسبة لهذه المشاريع شراءها واحتياجاتها وغيرها تأتي من الأسواق المحلية القريبة منها واللي هي سوق السيب. يفترض أن يتم الاعتماد كلي على هذه الأسواق في جلب هذا الأمر. يعني ما نريد هذه المشاريع تروح تجيب أغراضها من برا أو تجيب أغراضها من بلدان أخرى، لا، يكون هناك في اتفاقيات مبرمة مع هذه الشركات بأنه الأسواق المحلية وغيرها تحتاج أن تشترى من الأسواق القريبة من هذا المشروع. وأتمنى كل المشاريع اللي في عمان تتخذ هذا الصفة ويكون هناك بند رئيسي أن تكون موضوع القيمة المضافة حاجة رئيسية في كل بنود مشاريعنا السياحية. نعم سعادتك، هل هذا مؤشر أنه مشاريع مثل هذه ممكن تكون كملفات في مجلس الشورى فيما يعنى بتوفيرها لفرص العمل؟ لأن احنا شفنا التوجه إذا ما كان جميع أصحاب السعادة قد يكون الأغلب أنه هذه القضية هي قضيتهم الأولى وهمهم الأول، هل ممكن نشوف حراك من هذا النوع أنه هذه المشاريع يكون لها ملفات خاصة لمسألة مساهمتها وتوفيرها لفرص العمل؟ بكل تأكيد احنا من الفترة الثامنة واحنا كذلك صرنا على تواصل. أنا يعني شخصيا تواصلت مع أكثر من ملاك لمشاريع سياحية يعني جاءت في ولاية السيب وتم إقامتها وحقيقة في تواصل مباشر للتوظيف والحمد لله في بعض منها تم توظيف أهالي ولاية السيب في مثل هذه المشاريع. نعم. فأكيد وبكل تأكيد مثل هذه المشاريع السياحية ستحظى على اهتمام كبير من أصحاب السعادة لأنه مثل ما انتقلت في قضيتنا الأولى اللي راح نعمل عليها وبطبيعة الحال المجلس لن يعمل بمفرده راح يعمل بتكامل مع الجهات الحكومية المعنية وكذلك مع ملاك الشركات والمشاريع الخاصة. وإحنا دائما ما نقول وهذه رسالة وجهها يعني لإخواني المسؤولين في الوحدات الحكومية أرجوكم كل رجاء مع وجود مثل هذه المشاريع يا حبذا لو جلسوا معنا. تعرف إحنا يعني القضية عندما أنت تتولد لديك وأنت لما تقابل صاحب المشروع وأنت مسؤول أو خلنا نقول رجل من رجالات هذه الولاية بطبيعة الحال أنت راح تأخذ وتعطي معاه.
يعني أنا حقيقة في جلوسي مع واحد فقط من ملاك الشركات قدرت أوفر أكثر من 50 فرصة عمل لأهالي ولاية السيف، وهذا ما نريده. إحنا نطالب بأننا إحنا نجلس مع أصحاب وهذه المشاريع ونتفاوض معهم، وبطبيعة الحال راح نحصل على أكيد مردود إيجابي من هذه المفاوضات. نعم سعادتك، ونحن نتحاور معك الآن، بعض الرسائل تردنا على البث المباشر، يعني يقولوا نسمع سعادتك فقط يكرر ولاية السيب، يعني مشاريع مثل هذه أكيد يمكن معول عليها أنها يعني تخدم جميع الولايات والشباب من كل مكان، ما نبغى نزعل اللي من الولايات الثانية يعني. لا خلاص سعادتك الحين أربع سنوات انساها السيب شوية. خلوا مركزين على لا بطبيعة الحال أنا عندما أتحدث عن السيب كون المشروع في الولاية، فأنا أقول طبعا إحنا همنا عمان في المقام الأول، وكل فرد في عمان إحنا كلنا مهتمين فيه أكيد. لكن أكيد ما في شكل، أنا أقصد أنه هذه الفكرة لو تولدت في كل مناطق السلطنة، لو تولدت عند المسؤولين الحكوميين، لما وجدنا أن يعني هناك عدد كبير من الباحثين العمل. وأين الأفضل أخي العزيز؟ أن يتوظف واحد والله مشروع عندي مثلا في السيب، وعندنا شخص من الوسطى، لو كان هذا المشروع موجود في الوسطى أنا أتمنى أن أهالي الوسطى هم من يتوظفوا في هذا المكان. نعم. وكذلك نعم. المشروع في السيب، هذه هي الفكرة. ولكن طبعا المشروع يعني يستوعب الجميع، وأنا أتمنى كذلك حتى هناك بالنسبة للتوظيف تكون هناك معايير، يعني حتى في قضية التوظيف من خلال طبعا النوم الوظائف تعد وتحسب بالمؤهلات بالخبرات اللي موجودة، وكل واحد يروح للوظيفة اللي تتناسب مع خبراته ومع شهاداته ومع قدراته كذلك. نعم. لكن حديثي عن السيف فقط مجرد أن المشروع في السيف، ولكن كل عمان وكل الباحثين العمل في كل عمان يستحق كل الثناء والتقدير والتوظيف. نعم يعطيك العافية سعادتك، نتمنى هكذا من جميع المشاريع المقامة في السلطنة أنها تكون قبلة الباحثين عن عمل، وتشكل يعني رافد كبير لتوفير هذه الفرص. سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ومثل ولاية السيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وشكرا لهلا شبيبة يعني أفهم. أنا سعيد جدا حقيقة، وأنتم ما شاء الله كذلك أصبحت ملفاتكم ساخنة، وهذا ما نتمناه من جميع الإذاعات أن يحدو حذوكم. الله يسلمك سعادتك، وهذا دائما بفضل تواصلكم وكذلك تجاوبكم المباشر. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. يعطيك العافية. الله يسلمك.